بعد أن عانى من البطالة 5 سنوات تمكن الشاب عبد الكامل من اجتياز مباراة ضباط الشرطة. لما تخرج بعد فترة التدريب تم تعيينه في فاس. ذات مرة بينما كان في طريقه إلى العمل على متن حافلة للنقل الحضري مكتظة، تعرض لسرقة حافظته وكانت ضمنها بطاقته المهنية. لم يكن يجهل الذي يترتب على إضاعة البطاقة المهنية. كان الشاب عبد الكامل الواصي قد أمضى ما يقرب من 5 سنوات عاطلا عن العمل. في الحقيقة لم يكن الشاب الذي اقترب من إتمام السنة 30 من عمره قد اشتغل من قبل، كان قد حصل على الإجازة في الحقوق. كثيرون هم الذين عاشوا تجربة مثل تجربة عبد الكامل الواصي، كاد يفقد كل أمل في الحصول على عمل لما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تنظيم مباراة لتوظيف ضباط أمن. لم تكن تلك الوظيفة تقتضي التوفر على إجازة في الحقوق، ولكن الشاب عبد الكامل فضل أن يجرب حظه، وإذا ما نجح أن يقنع بوظيفة ضابط على أن يبقى عاطلا عالة على أسرته. لما جاء ساعي البريد باستدعائه لاجتياز المباراة أحس بأن عليه ألا يضيع الفرصة وأن يعمل كل ما في مستطاعه ليكون في جملة من سيتم قبولهم. لم يخب أمل عبد الكامل، اجتاز الاختبارات الكتابية وكان في جملة من نجحوا وتأهلوا لاجتياز الاختبار الشفوي. يذكر عبد الكامل أنه كان أصعب بكثير عن المواد الكتابية. كان عليه أن يوظف كل ما حصله خلال سنوات دراسته الجامعية. في نهاية الأمر تم قبوله، وكان عليه أن يخضع لتداريب لا يعفى منها أي من الوافدين على العمل في أسلاك الأمن الوطني. أقبل عبد الكامل الواصي على التدريب برغبة أكيدة في التعلم. هناك الكثير مما يتعين تعلمه، وكلما تذكر سنوات البطالة وكلما استحضر أحوال أسرته ضاعف من الجهد الذي يبذله حتى يكون في جملة المتفوقين. كان نصيبه أن تخصص في مجال الأمن العمومي الذي تعتبر المصالح التابعة له الباب الأول الذي يلجه المواطن حينما يلجأ إلى خدمات الشرطة كالوثائق الإدارية أو تقديم شكاية وما شابه ذلك. وكان يشرف على تأطير ذلك الفوج من الضباط الذي يوجد من بينهم عبد الكامل أساتذة المعهد الملكي للشرطة الذين يتم انتقاؤهم بعناية فائقة، ويختارون من بين ذوي المستوى الجامعي الرفيع وأصحاب التجربة الميدانية الغنية. وجد عبد الكامل قدوته في العميد الإقليمي الذي كان يتولى تدريس مادة أعمال دوائر الشرطة. كان العميد في مختلف حصصه يلح على طلبته للحرص على المساهمة في تحقيق المصالحة المنشودة بين المواطن ومرافق الأمن الوطني. كان رجلا موسوعيا، وكان له أسلوب متميز في التبليغ والتلقين. تعلم عبد الكامل وزملاؤه ضرورة الحفاظ على نظافة رجل الأمن ملبسا وسلوكا. تعلم أيضا أن عليه أن يحافظ على السلاح الذي سيتسلمه كما الأصفاد والبطاقة المهنية، وأن فقدان السلاح أو الأصفاد أو البطاقة المهنية من الأمور التي تؤدي حتما إلى عقوبات تأديبية قد تؤثر على مساره المهني في المستقبل. وعى عبد الكامل أنه لا يحق له استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس. لما انتهت فترة التدريب تخرج عبد الكامل الواصي برتبة ضابط، وتم تعيينه في فاس في البطحاء بالدائرة 3. بدأ مشواره المهني بكل الجد والحزم اللذين تتطلبهما مهنة ضابط الشرطة. كان رئيسه في تلك الدائرة من خيرة ما أنجبته مديرية الأمن، وقد تمكن من مراكمة تجارب غنية خلال مساره المهني. كان الضابط عبد الكامل يبدي حرصا واضحا على احترام أوقات العمل. اكترى عبد الكامل منزلا في حي عنقادوس، وقد اختار السكن في ذلك الحي بعدما علم بوجود خط لحافلات النقل الحضري يربطه بالبطحاء. كان يستفيد من مجانية النقل على متن تلك الحافلات كما زملائه. في العام 2007 في 9 فبراير في حدود 7:45 امتطى الضابط الحافلة كعادته متوجها إلى مقر عمله في البطحاء.
وكلما تقدمت الحافلة كلما ازداد عدد الركاب الموجودين على متنها، ثم صارت مكتظة وصار الركاب يتدافعون. وفي لحظة ما تفقد حافظة نقوده، تلمس الجيب الخلفي لسرواله حيث كان متعودا أن يضعها، لم يجدها، أيقن أنها سرقت منه. وقد اشتبه في شاب كان ملتصقا به، رآه وقد تراجع إلى الجزء الخلفي من الحافلة، اندفع نحوه، أمسك به وأمر سائق الحافلة بالتوقف عند أول مركز للشرطة. لما توقفت الحافلة نزل وهو ممسك بذلك الشاب الذي ظل صامتا، قدم نفسه، وبحضور من كانوا هناك من أفراد الشرطة قام بتفتيشه، لم يعثر على شيء، بينما أنكر ذلك الشاب كل صلة له بسرقة حافظته أو حافظة أي كان. كان الضابط عبد الكامل الواصي في موقف محرج، وقبل أن يخلي سبيل الشاب دون في ورقة كل المعلومات حوله. اسمه علال البادي، يبلغ من العمر 24 عاما، ويسكن في المدينة العتيقة بدرب أهل تادلة في الطلعة الكبيرة بالرقم 23. كان اليوم يوم جمعة. استحضر الضابط الشاب كل ما تعلمه في المعهد الملكي للشرطة حول العقوبات التي تترتب على إضاعة البطاقة المهنية. كان الذي حدث يجلب تجميدا للترقية لعدة سنوات. كان ما يزيد من تخوفه أنه في تلك المرحلة كان في وضع ضابط متمرن، وهو ما قد يعني أن العقوبة قد تصل إلى حد التشطيب عليه من أسلاك الشرطة. لكم أن تتصوروا ما يعانيه الضابط الشاب الذي تمكن من الظفر بمنصبه في الشرطة بعد أن أمضى سنوات خمسا من البطالة. يومها طغى على تفكيره البحث عن وسيلة يستعيد بها بطاقته المهنية. كان في قرارة نفسه مستعدا لشرائها من الذين سرقوها منها، وأن يسلك في ذلك مسلكا كثيرا ما التجأ إليه مواطنون تعرضوا للسرقة. كان يحاول أن يكتم ما يغلي بداخله من غضب وخوف أيضا. في النهاية استقر رأيه على استشارة زميل له يعمل في فرقة محاربة السرقة بالنشل. كان ضابطا مثله اسمه عمر المعروفي. اتصل به هاتفيا وتواعد على اللقاء بعد نهاية فترة عملهما. حسب الضابط المعروف أن عبد الكامل يريده في أمر استعصى عليه، لم يكن يظن أن زميله في ورطة. رجاه أن يكتم الأمر إلى أن يستنفذ كل إمكانيات استعادة تلك البطاقة. كان يردد أنه موقن أن المدعو علال البادي ليس بالغريب عن اختفاء حافظته وضمنها بطاقته المهنية. كان رد الضابط عمر المعروف أن اقترح على زميله أن يرافقه إلى رئيسه العميد محمد البوشاعي، وكان عميدا معروفا باطلاعه الواسع، كما أنه سبق له أن تمكن من فك لغز قضية أصعب من قضيته. ولكن عبد الكامل كان متخوفا ومترددا، كان يخشى أن يبلغ العميد رؤساءه وأن يتم تبعا لذلك تحريك مسطرة الإجراء التأديبي. في نهاية المطاف اتفق عبد الكامل على زيارة العميد البوشاعي في منزله مساء الأحد. ما كان يريده عبد الكامل أن يمنح نفسه مهلة إضافية للتفكير في وسيلة أخرى يستعيد بها بطاقته المهنية، وأن يكون اللجوء إلى العميد البوشاعي بمثابة الكي بالنار، أي آخر الدواء. في تلك الليلة لم يغمض له جفن. كانت الشقة التي يسكنها تبدو له بشساعة البحر، وأحيانا تضيق عليه فيحس بنفسه يختنق. كانت ليلة ماطرة، ظل يغالب النوم، وفي لحظة ما نام. حلم ليلتها أن بطاقته المهنية وقعت في يد أحدهم، وأنه استعملها في أعمال نصب على مواطنين. رأى أيضا أن مصالح الأمن أمسكت بالنصاب وسيق إلى المفوضية للتحقيق معه. رأى في تلك الليلة أيضا أن أمر بطاقته افتضح وصدر الأمر بالاستماع إليه. كانت المشاهد تتعاقب تتناقض، وكأن شيئا ما يضغط على صدره ويكاد يخنقه. صرخ ملء رئتيه، ثم هب من فراشه، حوقل وقرأ المعوذتين. كانت الساعة تشير
إلى الثانية صبحا. ليلتها بعد أن استسلم للنوم لم تكن أحلامه وردية البتة. رأى أن بطاقته المهنية التي ضاعت منه وقعت في يد أحدهم سخرها في أعمال نصب. رأى أن الأمر افتضح وأن رؤساءه علموا بما كان يخفيه وأنه سيعاقب. كان يتصبب عرقا. في الخارج كان مطر خفيف يضفي على الحي سكينة وهدوء. ظل جالسا على فراشه، لا يذكر كم ظل كذلك. يذكر أنه نهض من فراشه لما رفع آذان صلاة الصبح في مسجد غير بعيد. توضأ وصلى ركعتي الفجر ثم الصبح. كان فقدانه بطاقته المهنية يقلقه، يسأل نفسه بين فينة وأخرى عما سيحدث لو صدق ما رآه في المنام. حاول أن يتحاشى المزيد من التفكير في الأمر، شغل التلفاز وراح يتنقل بين القنوات على غير هدى. كان ذلك السبت يوم عطلة بالنسبة إليها. في حدود 9 صباحا اتصل هاتفيا بصديقه الضابط عمر المعروف، أبلغه أنه يود اللقاء به. اتفق على اللقاء في 11 في مقهى بالبطحاء. لم يكن عمر بحاجة إلى مقدمات، هو يعلم أن صديقه يعاني من تبعات إضاعته بطاقته المهنية، ولذلك لما التقيا سعى إلى طمأنته وحفزه على أن يتوسم خيرا. أعاد عليه نصيحته بأن يزور العميد محمد البوشاعي. وافق عبد الكامل بلا تردد هذه المرة، وعلى الفور اتصل عمر بالعميد وطلب منه أن يأذن لهما في زيارته. رحب العميد. كان الموعد 4 عصرا. ذهب عمر وعبد الكامل إلى مطعم غير بعيد حيث تناول وجبة الغذاء، ثم قام بجولة سيرا على الأقدام. أحس عبد الكامل بأن المشي ساعده على التخلص إلى حد ما من التوتر الذي كان يأسره. في 4 قرع جرس باب العميد محمد البوشاعي. خرج الرجل الخمسيني مرحبا. لم يسبق لعبد الكامل أن رآه في لباسه المغربي الأنيق. في الصالون قدم لهما القهوة وحلويات، وبعد كلام عن حالة الجو وعن ظروف العمل قام عمر بإثارة موضوع الزيارة. أبلغ العميد بأن عبد الكامل فقد بطاقته المهنية سرقت منه بينما كان في الحافلة صباح أمس متوجها إلى العمل. إذ ذاك تحدث عبد الكامل عن قلقه وخوفه من أن يفقد وظيفته التي حصل عليها بعد أن عانى من البطالة 5 سنين. حكى عن ظروف عائلته التي تنتظر منه كل شهر مساعدتها، وعن أمله في أن يتمكن يوما ما من تأسيس أسرته. كان العميد ينصت إليه باهتمام، أبدى تفهمه لحساسية الموقف الذي يوجد فيه الضابط الشاب، وعده بأنه سيعمل على أن تعود إليه بطاقته المهنية خلال 48 ساعة. طلب من الضابطين الحضور إلى مكتبه في الغد، وكان يوم أحد. التقى 3 في حدود 10 صباحا. عرض على عبد الكامل عددا من الجذاذات تخص متخصصين في السرقة بالنشل. كان من بينهم المدعو علال البادي، ذاك الذي أمسك به عبد الكامل في الحافلة يوم سرقت منه حافظته. كان ذا سوابق. قال العميد إن له شريكا، ثم قدم لهما جذاذة بها صورة شاب يدعى ربيع العساس. قال عبد الكامل إنه رآه في الحافلة ولم يظن أنه شريك لعلال البادي. أعد العميد محمد البوشاعي خطة محكمة للإيقاع بهذا الثنائي الذي يقوم بأعمال السرقة بالنشل على خط النقل الحضري الذي يربط بين عين قادوس والبطحاء. أوكل العميد إلى الضابط عمر المعروف مهمة مراقبة خط الحافلات ذاك، وعين لمساعدته في تلك المهمة المفتش إدريس المنادي والمفتش رحيم الخراز، وكان حديثي عهد بالالتحاق بالشرطة. نصحهما العميد البوشاعي بتفادي استعمال بطاقتهما المهنية وأن يدفع ثمن تذكرتيهما حتى لا ينكشف. جلست المفتش رحيم في كرسي في المقدمة، كان مسند الكرسي إلى ظهر السائق. كانت وضعية تتيح لها مراقبة مجمل الحافلة.
أما المفتش إدريس المنادي فقد أخذ مكانه في الجزء الخلفي من الحافلة، كان يقتعد كرسيا مقابلا لكرسي المفتش رحيم الخراز. كان الاتفاق أن يبعث بإشارة إلى هاتفها ما أن يرى أحد الاثنين المراد الإيقاع بهما. توقفت الحافلة، صعد مجموعة من الركاب، كان من بينهم ربيع العساس. ما أن رآه المفتش إدريس حتى بعث بإشارة إلى الهاتف المحمول للمفتشة رحيمة التي ردت بإشارة مؤداها أنها رأته هي الأخرى. توجه العساس إلى مكان قريب من الباب الخلفي للحافلة، ظل واقفا. في المحطة التالية ركاب آخرون صعدوا وكان معهم علال البادي. بعث المفتش إدريس بإشارة أخرى وما لبثت أن أكدت له العميدة أنها رصدتها. كان الضابط المعروف في سيارة مموهة رفقة الضابط عبد الكامل الواصي يتبعان الحافلة. رأى المفتش إدريس علال البادي وهو يسرق حافظة أحد الركاب، لم يحس الرجل بأي شيء. رآه المفتش وهو يسلم الحافظة إلى شريكه ربيع العساس الذي أسرع مندفعا وسط الزحام إلى الباب الأمامي يريد النزول. كانت المفتشة رحيمة قد تلقت الإشارة من المفتش إدريس، اعترضت سبيل العساس وحاولت إيقافه ولكنه استل سكينا وهددها به. في تلك الأثناء وفي طرفة عين بحركة سريعة انتزعت منه السكين وشلت حركته وصفدتها. كانت الحافلة متوقفة وكان المفتش إدريس قد انتهى من تصفيد علال البادي. أبلغ الضابط عمر المعروفي، أنزل اللصان من الحافلة وطلب من الرجل الذي سرقت حافظته أن ينزل، وحمل الجميع إلى مقر ولاية الأمن. تم تقديم الظنينين ومعهما الرجل الذي سرقت حافظته إلى العميد الذي أوكلت إليه مهمة البحث والاستماع إلى الثلاثة. وكان العميد البشاعي قد زوده بكل المعطيات وأعطاه التعليمات اللازمة بغرض الوصول إلى استعادة البطاقة المهنية للضابط عبد الكامل. بعد أن تم تسجيل شكاية الرجل الذي سرقت حافظة أوراقه جيء بالمدعو ربيع العساس إلى مكتب العميد، وجيء بالسكين الذي كان بحوزته والذي هدد به المفتش رحيمة. لم يجد السارق ما يدافع به عن نفسه، قال إنه تلقى الحافظة من شريكه المدعو علال البادي. استجوبه الضابط الموكول إليه حول عملية النشل وتعمد تفادي سؤاله عن السكين. لم يثر الأمر مع شريكه علال وسيق أمام العميد الذي ما أن اطلع على المحضرين حتى أظهر غضبه، قال إن المحضرين أهملا عدة أشياء وطلب بإدراج عناصر تشديد العقوبة. طلب من الضابط أن يسمع الظنينين ما تنص عليه الفصول من 507 إلى 509 من القانون الجنائي. كان غرضه أن يسمع الظنينان أن عقوبتهما قد تصل إلى السجن المؤبد. انهار لما تليت عليهما تلك الفصول. كان العميد يريد مساومتهما ليحصل منهما على حافظة الضابط عبد الكامل. همس الضابط لربيع العساس بأنه يتعين عليه أن يقدم شيئا ما إن هو أراد إغفال ما يشدد العقوبة. حسب أن الضابط يريد مالا، قال إن لديه قدرا من المال في المنزل وإنه على استعداد لدفعه له، ويكفي أن يرافقه إلى هناك ليتسلمه. سيره الضابط وكان يأمل أن يسفر تفتيش البيت عن العثور على حافظة عبد الكامل، ولكن عملية التفتيش لم تثمر شيئا. تظاهر العميد بأنه لم يقنع بما يعرضه العساس. أحس ربيع بأنه فقد آخر ما كان يعول عليه لتفادي التشديد. لاحقا أفهمه الضابط أن ما يريده هو حافظة أوراق الضابط عبد الكامل. رد بأنه لا يعرف أحدا بهذا الاسم. ذكره بأنه هو ذاك الشرطي الذي أوقف قبل يومين شريكه علال البادي. إذ ذاك تذكر، قال له إنه أخذ ما كان في الحافظة من نقود، كان بها 250 درهما، تذكر أنه ألقى بها وراء سور إحدى الفيلات هناك. سأله الضابط إن كان يذكر المكان، رد بالإيجاب. قاده الضابط إلى المكان، قرع باب الفيلا
خرج الحارس، ولما شرح له الضابط ما جاء إليه تركهما يدخلان، وبعد تفتيش للمكان عثر على الحافظة بين الأعشاب، كانت بها كل أوراق الضابط عبد الكامل، ومن بينها بطاقته المهنية، وتم تسليمها إلى العميد البوشاعي. لم تكن قد مرت 48 ساعة على تفعيل الخطة. ربح العميد رهانة، استدعى الضابط الشاب إلى مكتبه وأعاد إليه أوراقه. تم تقديم علال البادي وربيع العساس إلى النيابة العامة. لم يكن في المحضرين ما يدفع إلى تشديد العقوبة. أما الضابط عبد الكامل الواصي فقد آل على نفسه ألا يضع مرة أخرى حافظة أوراقه في الجيب الخلفي لسرواله.